فإحنا قلنا عندنا 25 لغة اللي اعتمدتهم إيه الجماعة في الكونجرس. بقية اللغات لقوا كل 20 يوم بتموت لغة. كل 20 يوم بتموت لغة؟ بتموت لغة بمعنى موت آخر واحد آخر شخص بيتكلم في كده. 1830 ماتت واحدة ست هي آخر سكان تسمانيا الأصليين بتوع استراليا. لما ماتت ماتت اللغة بتاعتها خلاص. بس ده 1830 ده بدري شوي. لكن النهاردة هتلاقي كل إفريقيا يا إما فرانكوفونية يا إما إنجليكان أو ساكسو يعني إنجليزي يعني إنجليزي أو فرنساوي. هتلاقي الـ 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 الهند كذلك كله بيتكلم إنجليزي, ما فيش في حاجة كومنولث. فاللغة لكن الخمس تلاف دول ولا التلات تلاف وستمية اللي قلنا عليهم دول زمان بقوا دلوقتي حاجة أبسط من كده بكتير, لأن في لغات بتموت 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 وهكذا. نعم. نعم. بعض هذه اللغات قدروا إن هم يصيدوا التراث بتاعها, وبعض هذه اللغات ذهب ولم يعد إلى يوم الدين. السؤال كل دي تقدمة علشان أجاوبك على السؤال. نعم. على اللغة العربية هل هي والدين هل هو في خطر؟ هل اللغة العربية في خطر؟ من ناحية مقاييس اليونسكو هي مش في خطر, مقاييس بتاع اليونسكو. من ناحية مقاييس نحن مع بعضنا نراها في خطر, يعني احنا مش مبسوطين من الحالة بتاعتنا. مقاييس موت اللغة, لا اللغة العربية مش هتموت كمان سنتين ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين. ده بينطق بيها 500-600 مليون, فلا مش هيحصل كده, مش هيحصل بالمقاييس ان هو اخر واحد كان يتكلم اللغة العربية, لا مش هيحصل. انما احنا عندنا بقى القسم الثاني. القسم الاول اللي هو ضياع التراكم المعرفي, لكن القسم الثاني الفهم الخاطئ للنصوص المقدسة. صحيح. ده يحدث. واخد بالك. استشعر هذا المصريون, مصريون رواد علموا العالم, فراحوا عملوا حاجة اسمها مجمع اللغة العربية. ومجمع اللغة العربية ده جابوا أساطين اللغة, كان في ناس أساطين اللغة. كنا عندنا في الأزهر واحد زي الشيخ محمد راشد. محمد راشد ده كان في هيئة كبار العلماء سنة 1911, وكان إمام الخاصة الخديوية. فمحمد راشد كانوا يقولوا له مشايخنا تلامذته, سيدنا الشيخ انت اعلم باللغة ولا الشيخ المرصفي؟ الشيخ المرصفي شرح كتاب المبرد اللي هو كان اسمه بغية الآمل في شرح الكامل. الكامل للمبرد ده نوع من انواع الادب العالي اللغوي, شرحه الشيخ المرصفي. فبيقولوا للشيخ محمد راشد انت اعلم باللغة ولا الشيخ المرصفي؟ فقال لهم انا اعلم بمتن اللغة, يعني هو حافظ لسان العرب, عارفه كويس قوي, وهو اعلم بالتراكيب. شوف الدقة, شوف التخصص الدقيق. هتقولي الكلمة دي معناها ايه, هسرد لك كل معانيها وتلافيفها وقالوا ايه وكذا الى اخره. لكن هتجيب لي وتقولي التراكيب هو اعلم مني بيها. مظبوط. ادي اللغة العربية مهمة. شوف كان الشيخ محمد راشد ده فعملوا مجمع اللغة العربية. مجمع اللغة العربية ده كان الهدف منه تأخير او الغاء حكاية موت اللغة دي, وأن تظل اللغة العربية في ملكتها ورونقها. لأن اللغة والفكر, مش الدين, والفكر وجهان لعملة واحد, فلا يستقيم الأمر إلا بها.